وسأتحول الآن إليك فراس من سديروت، ربما لنرصد ما يحدث على مستوى غلاف غزة، ولكن أيضا على الجانب الآخر من ما يبدو لك في المشهد أو ربما الصورة لما يحدث وربما طبيعة هذا التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة. يعني الصورة هنا قاتمة والضربات تتكثف، بين الحين والآخر نسمع أصوات انفجارات هائلة ناتجة عن القصف الإسرائيلي من الطيران الحربي الإسرائيلي. الآن وحازم يتحدث، كان هناك إطلاق لصاروخ من مقاتلة إسرائيلية على منطقة بيت حانون حيث نطل عليها من هذه التلة، والضربات متوالية متتالية عنيفة جدا تضرب بين الحين والآخر المدفعية والطيران الحربي الإسرائيلي. هذا القصف لم يهدأ منذ 17 يوما على هذه المناطق التي باتت فيها أحياء مسوية بالأرض تماما. هذا بالتزامن مع ما قاله هو المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأنه استهدف عشرات الأهداف داخل قطاع غزة، وأن الضربات الجوية مستمرة وتتعمق. وقال بأن في بيان لاحق بأن هناك استهداف كان من حركة حماس ومن ذراعها العسكرية بمضادات للدروع، عدد من المدرعات، وأيضا كان هناك استهداف لمروحيات إسرائيلية. في المقابل كان هناك استهداف آخر من قبل الجيش الإسرائيلي لعدد من الأهداف التابعة لحركة حماس ومباني متعددة الطوابق، وأكد بأن العملية مستمرة. ومع نداءاته المتكررة لسكان شمال ووسط قطاع غزة بالتحرك نحو الجنوب. فيما يتعلق إيمان بالرهينتان اللتان أطلقتا من قطاع غزة ليلة أمس، هنا ينظر للأمر بأن الكلمة المفتاح لربما فيما قالت إحدى الرهائن بأنها كانت محتجزة في أنفاق، وبالتالي هذه الأنفاق بالنسبة لإسرائيل هي المعضلة الكأداء في وجه الزحف البري، حيث يقولون هنا بأن إسرائيل ليس لديها معلومات كثيرة عن هذه الشبكة المتفرعة من الأنفاق تحت قطاع غزة، بل يتحدثون أكثر من ذلك بأن فقط هناك 10% من المعلومات حول هذه الشبكة من الأنفاق المتعددة الاتجاهات والتي تتركز بالأساس في منطقة شمال ووسط قطاع غزة، وبالتالي فإن أي دخول بري ستكون هذه الأنفاق بمثابة فخ الموت لهم. وهذا ما قال عنه لواء في الجيش الإسرائيلي وحذر من هذا الدخول البري، وقال يجب علينا أن نركز الضربات من الجو وأن نستخدم بشكل فعال أكثر قضية الغذاء والدواء والماء في حصار قطاع غزة حتى يكون هناك إما استسلام أو موت لحركة حماس، إلى جانب طبعا قضية الأسرى والاتصالات وإعطاء فرصة لهذه الاتصالات للوصول إلى نتائج حول إطلاق سراح مزيد من الرهائن لدى حركة حماس. نعم، إذن فراس لطفي مراسلنا من سديروت، شكرا جزيلا لك.